ايه الامكانيات المتاحه؟ انا عارف ان ميزانيه قصر العيني يعني محدوده جدا. والله هي تسهيلات من ربنا. ما انا بقول يعني دايما المتصوفين يقول لك هي ثقه في حضرتك من متبرعين كتير. انا عارف. لا لا مش تبر، الحكومه المصريه. حكومه ازاي بقى؟ لان بقول يعني علامه الاذن التيسير، ده المتصوفين بيقولوا كده. ده بتيجي زي انا بعوز حاجه خلاص بروح كاتب جواب ومضي عليه عميد الكليه واخده واطلع بنفسي لوزير التخطيط او وزير الماليه، وربنا يخلي فيها قبول يقتنع ويروح معتمد الفلوس. يعني هذا القسم بني من اموال المصريين، وقعدنا مده معتمدين في الحقيقه على ميزانيه دعم من الحكومه، وبلهذا كنا كل عيان بيخش ما بنسالش امكانياته الماديه ايه، لان عارفين في الاخر هنقول الفلوس خلصت في نص السنه ببعت اطلب تعزيز من وزير الماليه يبعت لي. اتغيرت الامور مؤخرا يعني بسبب ظروف مصر الاقتصاديه، واصبح في اعتماد يعني في جزء دافع اللي هو الجزء الخارجي، دول بيدفعوا حسب لائحه ماليه رحيمه جدا بالناس. يعني لما بسمع واحد بيقول لي انا بروح انتنسيف كير في مستشفى خاصه حسابنا في اليوم 4000 جنيه او 3000، انا بقول له ده احنا بدينا ب 50 جنيه الاقامه في اليوم، بعدين بقينا 60 جنيه وما زدناش عن كده، بس ده طبعا شامله، ده بينضاف عليها العقاقير والتحاليل.